بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ ذهب. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنتوا اول مره تشوفوا القناه تضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنسويه، واي اراء واي كومنتات هننتظرها تحت الفيديو. مثل ما انتم شايفين اصحابي من عنوان الفيديو، هندي تحذير اليوم للناس اللي هي بتكون لسه اول سنه امومه ومعندهاش معلومات صحية وعلمية كافية، فممكن تأذي لا قدر الله ابنها أو بنتها الرضيع بهذه الوصفة. مثل ما انتوا شفتوا في عنوان الفيديو، قلنا نوع من أنواع الطعام لو أعطيتيه لطفل أقل من عمره أقل من عام لا قدر الله ممكن يؤدي إلى الوفاة. إيش هو النوع هذا؟ مثل ما انتوا شايفين هذا هو العسل، العسل الطبيعي، عسل النحل. طيب إيه المشكلة؟ مكونات العسل فيه أنواع من أنواع البكتيريا، ما ينفعش تديها للطفل إلا لما يتجاوز عمره السنة، لأن لو الطفل أقل من سنة البكتيريا هذه بتتفاعل والأجسام اللي موجودة في العسل ما بيقدرش جسم الطفل، ما عندوش مناعة يتحملها، فممكن تؤدي إلى تسمم وبعدين تؤدي إلى الوفاة. الطفل لازم ياخد العسل بعد مرور سنة من عمره، هذه معلومة خطيرة. وكانت واحدة صديقتي ابنها كان 6 شهور، وطبعا بعد 6 شهور مع الرضاعة بتبدأ تدخل الأكل، فلما دخلت الأكل كل في الأسبوع 3 مرات رايحة جاية عند الطبيبة، الولد عنده زي دبلان زي ما بنقول كده ومش طبيعي، فحتى الدكتورة ما هيش عارفة تديله وبيبكي باستمرار، فتعطيله مسكنات ألم، ماء غريب وهذه الأشياء. وبعدين جات عندي مرة فقلت لها أنت الولد هذا بتأكليه إيش مع الرضاعة؟ قالت بطاطا مسلوقة مهروسة، جزر، خضار، زبادي. قلت لها هذا الأكل كله ما فيهوش مشكلة، افتكري أنت إيش كمان بتأكليه؟ قالت بعطيله عسل. قلت لها هذه الكارثة، وقفي العسل، العسل ممنوع تديه قبل سنة، العسل هو اللي بسبب في الولد هذا. وفعلا لما وقفت العسل وراحت للدكتورة قالت لها طب انتي ليش ما خبرتيني ان العسل ممنوع قبل سنة. فربنا يحفظ اولادكم واولادنا واولاد جميع الناس يا رب. يا رب المعلومة تكون عجبتكم وفادتكم، ما تنسوناش في الشير واللايك والسبسكرايب. كان معاكم مطبخ دهب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.